شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم احتفال مدرسة فيكتوريا الدولية بالشارقة بمناسبة مرور 10 أعوام على إنشائها. في إطار متابعته الدائمة لمسار تطور العمليتين التعليمية والتربوية في إمارة الشارقة، حضر صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة احتفال مدرسة فيكتوريا الدولية الأسترالية بالشارقة بمناسبة مرور 10 أعوام على إنشائها. وقائع الاحتفال بدأت باستقبال صاحب السمو حاكم الشارقة، عقب ذلك وقع سموه اتفاقية مع سعادة جيمس ميرلينو نائب رئيس وزراء حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية ووزير التربية والتعليم تختص بمزيد من التعاون بين إمارة الشارقة وولاية فيكتوريا في مجالات التعليم وتطوير العمل في المدرسة. كما وتهدف أيضا الاتفاقية إلى استمرار الجودة التي تتميز بها المدرسة في مجال التعليم على المستوى العالمي، إذ يمتد البرنامج التعليمي للطلبة فيها إلى الصف العاشر، بينما يتبع الصفان 11 و12 لبرنامج البكالوريا الدولية. كما وتعمل المدرسة على تطبيق أحدث الأنظمة لبرنامج التعليم في ولاية فيكتوريا، إذ تعتبر الاتفاقية التي تم توقيعها ضمانا لاستمرار العلاقة المتميزة والتعاون المشترك بين الإمارة وولاية فيكتوريا الأسترالية. الحفل بدأ بعرض فيلم قصير تناول مراحل تطور المدرسة التي مرت بها وما تقدمه من مميزات لطلبتها. بدورهم قدم طلبة المدرسة مقطوعات موسيقية وقصيدة باللغتين العربية والإنجليزية. ثم ألقى ديم بايرا مدير مدرسة فيكتوريا الدولية بالشارقة كلمة في الحفل، قدم فيها أسماء آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على اهتمام سموه ورؤيته الثاقبة في أهمية تطوير أنظمة التعليم عبر التعاون المثمر بين حكومة ولاية فيكتوريا وإمارة الشارقة، والذي ظهرت ثماره في المدرسة التي أنشئت في الشارقة وصارت إحدى أفضل المدارس الموجودة. من جانبه قدم سعادة جان برامبي كلمة أشار فيها إلى سعادته بالنجاح الكبير للمدرسة والتي وجدت اهتماما لا محدودا من صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسمي ورعاية كاملة لفكرتها وفق رؤية مستقبلية لسموه تؤمن بأهمية التعليم والمعرفة لتنمية المجتمع، وهي الرؤية التي ساهمت في تحقيق العديد من الأهداف والفوائد، وهو ما نراه اليوم في وجوه الطلبة وأولياء الأمور من سعادة بما يقدم لهم في المدرسة. بدوره سعادت مروان السركال المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق ألقى كلمة بالإنابة عن أولياء الأمور، أشار فيها إلى التجربة الناجحة للمدرسة في تقديم تعليم متميز وناجح عبر مراعاة المناهج الحديثة والتقاليد العربية والإماراتية، بالإضافة إلى الاهتمام بتعليم اللغة العربية والتربية الإسلامية جنبا إلى جنب مع جوانب تطوير الشخصية عبر الأنشطة اللاصفية المتنوعة والابتكار والتعلم التجريبي والمهارات العلمية والعملية. عقب ذلك ألقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة كلمة بهذه المناسبة، قدم فيها سموه التهنئة لإدارة المدرسة وأولياء الأمور والطلبة بمناسبة الاحتفال، مشيرا إلى أن نظام تعليم فيكتوريا كان حلما وتحقق الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. Victoria is a dream of mine. When I was in Australia, I decided to copy one of the schools there because I was walking through the classes there. I spent long time just to pick what that school teaching, and it was knowledge. But knowledge was not only empty knowledge with happiness. Most of the students were smiling, laughing. They sat with me and I sat with them, between them, and they talked to me. And I felt that this is the good method I should copy. When I came back from Australia, we made agreement
with the Victoria State and started building the school as fast as we could. And now it is 10 years. Congratulations for 10 years past and long life coming. I am here to thank the former head of state of Victoria who started with us this program and not left us. He was coming every time to see and to look after the tree which we built, we planted together, how it was growing. I think it is good fruit. And we are thankful to the teachers, the headmaster, the teachers, and the student themselves and their parents, because parents were working at home beside our efforts which we are doing in the school. Students from Victoria, when they go to the universities, admission was not questioning them. They come straight like a mark on their heads just to come. Doors are open. I am on the other side of these universities. I know my plants. I know my production. And also, I am very happy when I giving them their certificate at the end of those universities. I am very happy to be back here today and to promise that this school not only to be limited as it is now, 1,500 students, but I think it should be increased because we have many demand that Victoria School and its system to be the best system in the world. Let me with you thank Victoria State and also most of the principal people in Victoria and here in Sharjah. Thank you very much. Thank you. بعدها انتقل صاحب السمو حاكم الشارقة والحضور الكريم إلى الساحة الخارجية للمدرسة، حيث شهدوا احتفال الطلبة بمرور 10 سنوات على إنشاء المدرسة، كما وقدم الطلبة أيضا عروضا متنوعة عبروا فيها عن فرحتهم بالمناسبة، كما وثمن صاحب السمو حاكم الشارقة جهود الهيئتين الإدارية والتدريسية التي أوصلت المدرسة إلى مصاف المدارس العالمية، حيث أصبحت اليوم واحدة من أفضل المدارس على مستوى المنطقة ككل.